Thank you.
المحطة الخامسة. عندما يرخي الليل بثوبه على الجميع ينسل العروسان إلى مكان بعيد، كلا يعبر عن شوقه وحبه، ويرقصان دون أن يشعر بالخطر المحيط بهما من الذين يحاولوا أن ينتزعوا الفرح والسلام من الجميع فيتقاتلوا، وكأن على عيونهم وقلوبهم غشاوة تمنعهم من رؤية ما يحدث، فيقتتلوا وتكون النهاية للجميع. ولكن هل هذا هو الحل لكل الخلافات؟ ها هو التراث يروي لنا قصة قبيلتين تقاتلتا ولم يستطع إنهاء هذا القتال إلا أن اجتمع كبارهم وقرروا تبادل الأطفال بينهم لتقوم كل قبيلة بتربية أطفال القبيلة الأخرى، فعم السلام والتفاهم بين القبيلتين. Thank you.
الأخيرة. في محطتنا الأخيرة نحمل معنا في قلوبنا وعقولنا ذكريات من المحطات السابقة، نجمعها معا ونأخذ منها العبرة والموعظة ليعم الفرح والحب والسلام علينا جميعا. الاتحاد والسلام هو ما تنادي به أرواح أجدادنا وتدعونا لأن نتعظ مما حصل من الماضي ونكون يدا واحدة ليعم الفرح وتضيء نجوم السلام. Thank you.
الأرض التي لم يدف فوقها سيل الدماء، يا من حروبكم لم تعرف الهدنات، لنلتقي أخيرا تحت قبة السماء ونعلق سلاحنا المتعب تحت نجوم المحبة والسلام. Thank you.
الله.